السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم متتبعي هذه القناة العلمية في لقاء جديد من لقاءات جراحة العظام. في هذا اللقاء نستكمل الحديث عن خلوع الكتف shoulder dislocation part 4، وننتقل في هذا اللقاء لوسائل العلاج المخصصة للخلوع في منطقة الكتف بارت 1، الجزء الأول من العلاج. وكما نرى في هذه الشريحة هناك نوعان من أنواع العلاج لخلوع الكتف، النوع الأول تحفظي والثاني جراحي. النوع الأول نسميه closed reduction without surgery، نستخدم bandage or plaster of Paris يعني الجبس أو الرباط، and physical therapy العلاج الفيزيائي. أما النوع الثاني فهو open reduction حيث نستخدم وسائل جراحية لعلاج خلوع الكتف. قبل أن نبدأ في التعرف على closed reduction لابد أن ننتبه جيدا بالنسبة للأطباء في مجال جراحة العظام أن ينتبهوا جيدا أثناء ترجيع المفصل إلى أن هناك عصب كثيرا ما يصاب أثناء الترجيع، ألا وهو axillary nerve يعني العصب الإبطي كما هو مبين في هذا الرسم. This axillary nerve is often injured by closed reduction يعني كثيرا ما يصاب هذا العصب بسبب ترجيع المفصل إلى مكانه. فكما نعلم أن هذا العصب يقوم بوظيفة تغذية عضلات معينة، من أهمها العضلة الدلتويد الثلاثية، والتي يشعر المريض بعدها بنوع من التخثر، فقدان الإحساس في منطقة دلتويد مصل إذا أصيب هذا المفصل. وهو عصب يتفرع من الضفيرة العضلية التي هي أمامنا الآن في هذا الشكل، الضفيرة العضلية التي نسميها brachial plexus الضفيرة العضلية، ومنها هذا العصب axillary nerve. وعلاوة على الوظيفة الحسية للaxillary nerve يعني sensory function، نلاحظ أيضا أن له وظيفة حركية motor branches، قد يصل أيضا إلى منطقة التيرس مينور أو ماينور، عضلة التيرس ماينور، بالإضافة إلى كما ذكرت منطقة الدلتويد مصل. لذا يجب أخذ الحيطة والحذر عند إجراء closed reduction الترجيع غير الجراحي، ولكي يحقق closed reduction بطريقة سليمة يجب أن يتم الترجيع تدريجيا gradual traction يعني سحب تدريجي، وأن يكون المريض في حالة sedation and relaxation في حالة شبه تنويم واسترخاء، ويفضل لذلك إجراء تخدير شامل سطحي يعرفه طبعا المختصون في مجال التخدير، حيث يكون لفترة قصيرة من الوقت ويكون مصحوب باسترخاء كامل. أيضا يجب أن يكون هذا الترجيع closed reduction slowly ببطء ويكون خالي من الألام، بحيث يكون وضع الذراع في
external rotation، ويكون الارم او الذراع ايضا في وضع تقريب، يكون adducted arm. نبدأ الآن في توضيح أهم طرق الترجيع من دون إجراء جراحة، يعني نقول الترجيع المغلق اللي هو closed reduction. هناك عدة طرق، من أهمها ما يلي. النوع الأول يسموه ميلش ميثود أو ميلك بالإنجليزي ميثود، ميلش بالألماني تعطي معنى كلمة حليب، ولكن هي هنا اسم لطبيب سميت عليه هذه الطريقة. هذه الطريقة يجب أن تكون جنتل، يعني جنتل ميثود، ونسبة نجاح عالية جدا، هاي سكسس ريت. يكون المريض فيها مستلقي على ظهره في حالة استرخاء، الذراع يكون abducted in overhead position، يعني يكون الذراع فوق مستوى الرأس. يأخذ الجراح يد المريض أو منطقة الرسغ إلى أعلى رأس، أو وضعية الذراع فوق مستوى الرأس في حال استلقاء على الظهر، ويكون إبهامه إبهام الطبيب، يكون used to push the humeral head very slowly inside the cavity، حيث يضغط بإبهامه يعني التدريج وبطريقة لا تكون عنيفة، وإنما يكون يحاول بالتدريج إدخال الرأس إلى وضعه الطبيعي في التجويف المفصلي. رسم آخر يبين طريقة ميلش ميثود أو ميلك ميثود، هي طبعا زي ما قلنا طريقة فيها رفق وعدم عنف. يأخذ الطبيب يد المريض وهو في وضع الاستلقاء على ظهره، ويوصل اليد إلى أعلى منطقة الرأس بالنسبة للمريض، ويحاول أن يضغط بإبهامه على منطقة الرأس، رأس العضد يعني الهيومرال هيد، ويدخل الرأس برفق من غير عنف إلى داخل التجويف المفصلي، ولها طبعا نسبة نجاح عالية. هناك طريقة أخرى أيضا شائعة في مستوى العالم، سموها ستيمسون تكنيك، طريقة ستيمسون، أيضا هي برفق، لكن يكون فيها المريض منبطح على بطنه على النقالة أو على سرير، يكون في برون بوزيشن يعني منبطح، يكون الارم هانجينج ات ذا بيد ايدج، يكون ذراع المريض معلق في الهواء على حافة السرير، ونستخدم ثقل حوالي 10 كيلوغرام، providing gentle constant traction كما هو في الرسم. ايضا صورة اخرى لطريقة ستيمسون كما راينا، يكون هناك ثقل معلق بدلا من أن يسحب الطبيب اليد إلى أسفل، يتم تعليق ثقل حوالي 10 كيلوغرام على اليد المعلقة، وهو في وضع يعني المريض في وضع الانبطاح. هناك كذلك طريقة مشهورة في مستوى على مستوى العالم، نسميها تراكشن كاونتر تراكشن، يعني سحب ضد سحب. كيف تكون هذه الطريقة؟ يكون يقف الطبيب على جهة، ويكون عنده مساعد يقف على الجهة المقابلة، ويلف حول ذراع المريض المصاب يعني شرشاف أو قطعة قماش قوية، يلف على ظهر الطبيب كما نرى في هذه الصورة، لكي تساعد الطبيب على سحب الذراع بقوة جسده، بينما يدي الطبيب في وضع حر الحركة، sheet wrapped around surgeon using his body weight for traction. أما المساعد فيقوم بسحب معاكس counter action.
يعني counteract external rotation to the affected arm. يكون المساعد يقوم بسحب جسد المريض بحيث يكون يتم الترجيع بطريقة سريعة نسبيا، أسرع من الطريقتين السابقتين وفيها شوية عنف أكثر. نبين نفس الطريقة السابقة اللي هي تراكشن كاونتر تراكشن مرة أخرى في صورة أخرى في شكل آخر أو وضع آخر. نفس الطريقة، شخصان مضادان يعني لبعضهم في الاتجاه. وهذه صورة ثالثة تبين تراكشن كاونتر تراكشن كما نرى موضحة بالتفصيل. وننتقل إلى طريقة أخرى نسميها سباسو تكنيك اللي هي vertical traction، يعني اتجاه السحب هنا يكون رأسي أو عمودي بعكس الطرق السابقة. The arm is flexed forward، يعني متجه ذراع المريض إلى الأمام، فنسميه flexed forward with gentle vertical traction. بينما هناك external rotation، يقوم الطبيب بوضعية external rotation للمريض، وهي أيضا طريقة تأتي بنتائج ممتازة. طريقة أخرى من طرق الترجيع المغلق لشولدر دسلوكيشن إن sitting position، يعني المريض يكون في حال جلوس كما نرى في هذا الشكل أو في هذه الشريحة، حيث يقوم المعالج أو الطبيب بسحب الذراع إلى أسفل أو العضد إلى أسفل في جهة المرفق، ويقوم بعملية internal rotation فيدخل الذراع أو لا قصدي رأس العضد يدخل إلى داخل التجويف المفصلي. هذه الطريقة نسميها axial traction in sitting position. axial يعني إبطي، يعني سحب إبطي. يستعين فيها الطبيب أو الجراح بكرسي حيث يكون عضد المريض المصاب يكون متدلي على حافة الكرسي بحيث يساعد أنه يضغط على منطقة الأكزيلا اللي هي منطقة الإبط، فيضغط أو يسحب الذراع والعضد إلى أسفل فيدخل الرأس إلى التجويف المفصلي. وهذه طريقة أخرى أيضا in sitting position في وضع الجلوس، يقوم الطبيب الجراح بسحب الذراع حيث يدخل الرأس إلى داخل التجويف، بينما هناك مقاومة من الطرف الآخر من قبل مساعد يقوم بسحب الجسم بواسطة شرشاف أو قطعة قماش إلى الاتجاه المعكس. من أقدم الطرق التي أجريت لترجيع رأس العضد في مكانه هي طريقة أبوقراط الطبيب اليوناني الشهير، وهو أول من قام بترجيع هذا الخلع باستعمال قدمه، يضغط بقدمه كما نرى في هذه الصورة على منطقة الأكزيلا الإبط فيرجع الرأس إلى مكانه، ولو أنها طريقة عنيفة بعض الشيء. وهذا توضيح آخر لطريقة أبوقراط اللي كنا نحن نستخدمها أيضا عندما تعلمنا في ألمانيا، كانت تطبق في بعض المستشفيات باستعمال القدم في بداية السبعينات وبداية الثمانينات كذلك، كانت تطبق هذه الطريقة في أقسام الحوادث وأقسام العظام. وهكذا نأتي إلى ختام الجزء الرابع من الحديث عن خلوع الكتف. ألتقي بكم إن شاء الله مع الجزء الخامس، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.